السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، بس معلش والله الفترة دي اخويا جالنا حفيد جديد حسين، فعشان كده ما كنتش بعمل فيديوهات او حاجة، فانا بعتذر لكم. طبعا انا النهاردة عاملة لكم فيديو كده بسيط، حبيت افيدكم زي ما انا استفدت منه، لاني لما بجرب حاجة وبستفيد منها بحب اقولها للبنات تعملها. النهاردة ده ماسك تعمليه لوشك اثناء الدايت عشان وشك ما يبقاش باهت يعني، وتحس ان انت وشك فيه حاجة. تمام، هي مكوناته سهلة جدا. هتجيبي فيتامين سي، هناخده منه قرص. تمام، ونحطه كده، ونجيب ماء ورد، مية ورد دي. تمام، هنحط كده، نغطي القرص بيها يعني، يا دوب ايه نغطيه بس، مش ونفضل نقلب كده. تقلبي جامد ورا بعض علشان هو بيغيب في الذوبان يعني. تقلبي كده، تقلبي ورا بعض ورا بعض عشان ايه يدوب معاكي، وانا عشان وقتكم برضو حاول ان انا بقلبه بسرعة. تمام، ده العلبة باينة اهي بتاعت الفيتامين، اي فيتامين سي اللي هو الفوار ده اللي كنا بناخدوه زمان. تمام، هتفضلي تدوبي تدوبي جامد كده، وممكن تكسريه برضو. معلش يا بنات، هو هي هيغيب شوية. بكده هنا يا بنات، بصوا كده الفيتامين سي دايب خالص اهو، القرص دايب خالص اهو. تمام، هنجيب ايه بقى؟ هنجيب معلقتين بودرة تلج. تمام، معلقتين ايه بودرة تلج، ممكن عشان الملعقة صغننة، معلقتين ونص كده. تمام، اهي دي بودرة التلج يا بنات، فاكرينها بتاعت الخمس خمسات دي بتاعت زمان دي؟ ده انا اتفاجئت اما لقيتها في الصيدلية، كانت واحنا صغيرين الرسمة دي اللي هي بتاعت البيبي دي، كنت فاكرة يعني ان كانت عندنا وانا صغننة كده، ذكريات والله، يا ريتها ترجع تاني. الواحد بيقعد يقول كده على ايام زمان، بس بجد كانت احلى ايام يعني والله، حتى كل اللي في سني يعني حابين ان الايام بتاعت زمان ترجع تاني. هو بس عشان بس البودرة بتطلع بره معايا. تمام كده بقى، هنقلب كده. تمام، كويس جدا، مش مشكلة يعني اللي يطلع بره امسحي انت يعني، حاولي ان انت الماسكات والحاجات دي عشان بتطرطش بره، اعمليها على رخامة، اعمليها على حاجة كده يعني. تمام، على فكرة يا بنات الماسك ده في الكوافيرات بيعملوه، وبيعملوه غالي جدا كمان، فهو بيبقى يعتبر سر كده عندهم يعني، فبجد حلو جدا جدا جدا، انا جربته بجد هيفرق معاكي من اول مرة. انا ما بنزلش حاجة ولا بقول حاجة تتعمل غير لما بكون جربتها، عشان طبعا امانة دي، فما ينفعش ان انا اقولك هاتي ده وجيبي ده ومتعمليش ده وانا ما كنتش جربت الحاجة يعني. تمام، هتيجي بعد كده تجيبي ملعقة نظيفة، هناخده ايه معلقة عسل، معلش انا مخلصة العسل عشان كل يوم باخد معلقة الصبح على مية. تمام، فانت هتبقى معلقة معلقة عسل صغننة كده يعني. تمام بس كده،
ونقلب برضو كويس جدا العسل معاها. طبعا كلكم عارفين فايدة العسل في المسكوت، حلوة جدا. هنقلب جدا كويس قوي، حلو قوي يعني كده. بصي يا بنات، حسيتوه ان هو خفيف شوية، حطوا حبة بودرة تلج تاني. بودرة التلج حلوة جدا للبشرة يعني، يعني انتوا حسيتوا ان هو خف شوية من مية الورد، لان مية الورد مش بيبقى ليها معيار، لان انتي بتحطي القرص في الطبق، بس الطبق يكون صغير يعني، لان انتي بتغطي القرص بالمية الورد بس، وتقلبيه كده يكون ده القوام بتاعه. اهو كده، وتحطيه على وشك ساعة، وبعد كده تغسلي وشك بمية دافية شوية، مش سخنة يعني، دافية بس. بس اهو، وجربوه وقولي لي يعمل معاكوا ايه. باي باي.